عندما يصرح عضو بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بأنه يعني الذي يصوت في الانتخابات لحزب العدالة والتنمية فإنه يجنب الناس عذاب يوم القيامة، هل لذلك دلالة معينة؟ خصوصا أننا في الآونة الأخيرة ربما لاحظنا ارتباط واضح بين حزب العدالة والتنمية وبين عدد من الجماعات الإسلامية المتشددة والمتطرفة. وطبعا أردوغان بيواجه مأزق مزدوج منذ فترة يعني ليست بالقليل. هو بالطبع احنا عارفين انه هو تركيا كانت عاشت فترة انتعاش اقتصادي في الفترة اللي هو مش بس مع تولي أردوغان، لكن في الفترة اللي هي شهدت رئاسة ترجوت أوزال، هو اللي بدأ يعمل تأسيس لاقتصاد قوي، بدأ يؤسس لدولة حديثة، دولة لها اقتصاد متعدد في التصنيع في التطور، والحقيقة قطع شوط مهم. وهو استفاد من هذا الأمر أردوغان وحزبه حينما كانوا يتعاملون بالتقية أو يحاولون التغلغل في المجتمع التركي. لكن مع الوقت في الواقع تركيا يمكن الناس كتيرة مش واخدة بالها، هي كانت تقوم دائما على سياسة خارجية براجماتية، بمعنى انها تضمن مصالح تركيا. وحتى أردوغان في فترة من فترة حكمه الأولى كان يتعامل بهذه الطريقة، فهو له علاقات واسعة مع إسرائيل وعلاقات عسكرية وعلاقات في التنمية وتبادل اقتصادي وتبادل خبراء، وكان في اتجاه كبير لأنهم يعملوا مناطق حرة وغيره. وفي نفس الوقت له علاقات كان مع أوروبا وكان يفتح الطريق لأنه ينضم للاتحاد الأوروبي، لكن هو بدأ يعني اتجاه مغامر بشكل كبير، بدأ يوجه أنظاره نحو مطامع نحو سوريا، مع أن سوريا كانت حليف. ودي جزء مش بس بقى هنا انتقل من البراجماتية إلى فكرة إيه، خيانة العهود. فهو انقلب على سوريا، أبدى نوع من المطامع، كان في أموال بتضخ من بعض الدول مثلا زي قطر، نشأ بينهم ما يشبه إيه حلف لتحديد أطماع محددة في المنطقة أو أنه يلعب دور. الحقيقة أنه ده بدأ بمغامرات تدعيم وتحالف واضح جدا مع داعش والتنظيمات الإرهابية المتعددة في سوريا، وتركيا كانت ممر لدخول وخروج المسلحين الإرهابيين من كل دول العالم. ويمكن هنا أنا ما بدأت بقول هو المأزق المزدوج، فبدأ هو يتحالف، وكانت الصور والفيديوهات واضحة جدا في أنه القوات التركية بجوارها تنظيم داعش، والسيارات اللي كانت بتدخل لهم السيارات المميزة التيوتا اللي هي الدفع الرباعي اللي كان فيه لغز كيف تم شرائها وإدخالها، وفي خطوط بين تركيا وبين قطر وبين بعض الدول، في الحقيقة دول عربية ودول إقليمية ضخت أموال كثيرة لتنظيمات مثل القاعدة والنصرة، واللي هو النصرة اللي هو الوجه الآخر للقاعدة. ثم ظهر تطور داعش ومع العراق ومع التنظيمات المسلحة. هنا بدأت أطماع أردوغان أنه كان عاوز ينتزع أجزاء من سوريا، بدأ يدعم هذه الجماعات وتحالف معها بشكل كبير. وزي ما قلت كان فيه صور واضحة جدا للجيش التركي بجوار داعش وغيره، كان يراهن على أنه كلما يحصل تخريب في سوريا وأموال تضخ للتنظيمات الإرهابية ويمكن أن أستفيد. وبالفعل حتى البداية كان ظهور الخيوط بشكل واضح لما تصادم مع روسيا، حينما بدأت روسيا حربها ضد داعش وأسقط طائرة روسية، بدأ الاستخبارات الروسية أذاعت فيديوهات وصور لبلال أردوغان وهو يتفاوض مع الدواعش لسرقة البترول من العراق ومن سوريا وأموال والذهب وغيره وتهريب